الغشي والإغماء، الأسباب والأعراض، التشخيص والعلاج. تابع معنا هذا الفيديو. يعرف الإغماء هو فقدان الوعي في الطب بنوبة الغشي أو الغشي. تثار نوبات الغشي عادة إثر هبوط مفاجئ ومؤقت في تروية الدماغ بالدماء والأكسجين، الذي يؤدي إلى فقدان الوعي وعدم التحكم في العضلات. يقصد بعدها الشخص ما يسمح بعودة يسقط بعدها الشخص فجأة ما يسمح بعودة تدفق الدم إلى الدماغ واستعادة الشخص لوعيه. الغشي أكثر شيوعا مما تتخيل، إذ يمكن أن يحدث في أي عمر حتى في الطفولة، ولكنه يصيب الناس بشكل أكثر تكرارا مع تقدمهم في السن والعمر. تستمر نوبات الغشي فقط لعدة ثوان أو دقائق، وقد تترافق مع شعور مؤقت بالارتباك عند استعادة الوعي. ما هي أسباب الغشي؟ من الممكن أن يحدث الغشي بسبب مشكلة طبية كامنة أو محرضات من الوسط المحيط. يحدث الإغماء أيضا نتيجة استجابة عاطفية لموقف صعب جدا. الألم الشديد وانخفاض سكر الدم أو تغير حجم الدم هي عوامل قد تؤدي إلى حدوث الغشي. يمكن أن تفقد وعيك بشكل مفاجئ إذا واجهت انخفاضا في ضغط الدم أو انخفاضا في معدل ضربات القلب. ما هي أعراض الغشي؟ من أعراض الغشي هو انخفاض في ضغط الدم أو توسع في الأوعية الدموية، وكذلك ضربات قلبية غير منتظمة. تغيرات مفاجئة في الوضعية مثل الوقوف بسرعة الذي قد يؤدي إلى تجمع الدم في الساق والقدمين. الوقوف لفترات طويلة، الألم الشديد أو الخوف الشديد، والضغط الشديد، الحمل، الجفاف والإرهاق. يفقد بعض الأشخاص وعيهم عند رؤية الدم. يمكن للإغماء أن يحرض أيضا بعدة عوامل مثل الجفاف وسكر الدم المنخفض. اجتماع هذين العاملين قد يجعلك تفقد وعيك حتى وإن كنت لن تفقده بسبب واحد منهما. ما هي أعراض وعلامات تحذير للغشي؟ تسبق نوبات الغشي عادة بأعراض وعلامات منذرة قد تتضمن الغثيان، الكلام المدغم، نبض ضعيف، تغيرات في حرارة الجسم تجعلك تشعر بسخونة أو برودة مفاجئة، تعرق بارد ومفاجئ، بشرة شاحبة، اضطرابات في الرؤية مثل رؤية البقع والرؤية النفقية أو الرؤية المشوشة أو الحدقة المتوسعة. الشعور المفاجئ بأن الأصوات المحيطة بعيدة جدا. الدوار وتشوش الذهن أو الشعور بانعدام الوزن في رأسك وجسمك. الخضر والدوخة، الدوار أو شعور بأن الغرفة تتحرك. ضربات قلبية متسارعة، ضعف عام، ورجفان وصداع. ما الذي يجب أن تفعله في حال أغمي عليك؟ في حال مررت بأي من العلامات المنذرة وشعرت بأنك على وشك أن تفقد وعيك، توقف عن العمل واجلس واستلقي على ظهرك. حاول أن ترفع قدميك أعلى من مستوى رأسك وأن تخفض جسدك إلى الأسفل. يساعد هذا على دعم تدفق الدم مجددا إلى الدماغ، وقد يكون كافيا لمنع حدوث نوبة غشي. وفي حال أغمي عليك، فإن الجلوس أو الاستلقاء يساعد في تجنب الإصابات التي قد تحدث جراء السقوط مثل أذية الرأس. في حال استمرار هذا الشعور أو شعورك بشكل متكرر أنك ستفقد وعيك، اتصل بطبيبك فقد يساعد في تقرير الخطوات التالية. إذ طلب منك طبيبك القدوم إلى عيادته، اطلب من أحد أن يأخذك إليه قيادة مركبة وأنت تشعر بالإغماء، أمر في غاية الخطورة. مساعدة الآخرين. إذا كنت قلقا أن أحدا حولك قد يفقد وعيه، ساعده في الجلوس أو الاستلقاء. أرخي الملابس الضيقة التي تعيق التنفس مثل ربطة العنق أو الوشاح. إذا كنت متواجدا وأغمي على أحدهم ولم يستعد وعيه خلال دقيقة أو اثنين، اتصل بالإسعاف. وبينما تنتظر قدوم الإسعاف، اقلب الشخص بلطف على جانبه وتحقق من أنه يتنفس ولا تتركه وحده، واحرص على أن يكون محميا إلى حين وصول المساعدة. كيف يمكن منع حصول نوبات الغشي في المستقبل؟ إذا كان سبب الإغماء محرضا معروفا مثل الحرارة الشديدة، احرص على تجنب المحرض قدر الإمكان. إذا كان تجمع الدم في الساق والقدمين مصدرا للقلق، قم بتمرين قدميك وثنيهما. قد تستفيد من الجوارب الضاغطة. يجب عليك الإكثار من شرب السوائل بعد النوبة وتجنب المواقف التي تدعو للضغط والتوتر.
احرص على مواجهة الطبيب في حال تعرضت للإغماء أكثر من مرة، وفي حال استغرقت أكثر من دقيقتين لاستعادة وعيك، وفي حالة كنت تشكين بأنك حامل، وفي حالة كنت فقدت السيطرة على مثانتك أو أمعائك عندما أغمي عليك، وفي حالة كان لديك ضربات قلبية متسارعة أو غير منتظمة. راجع طبيبك إن كنت تعاني ألما في الصدر، وإن كان لديك سوابق لأمراض قلبية أو ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم أو السكري. عندما تزور طبيبك سيفحصك سريريا، ويمكن أن يطلب منك إجراء عدة فحوص وتتضمن قراءة لضغط الدم، اختبار الحمل في حال كان هنالك إمكانية كونك حامل، تخطيط القلب الـ ECG لتحليل الفعالية الكهربائية لقلبك وللتحقق من وجود ضربات غير منتظمة، اختبار الطاولة المائلة لتحليل استجابة قلبك وضغطك الدموي لوضعيات الجسم المختلفة. الخلاصة: لا يعد الغشي خطيرا، ولكن من المهم استبعاد أن يكون له سبب طبي. يمكن أن يكون الإغماء إشارة لحاجتك إلى تخفيف الضغط والتوتر، أو لأنه تنتبه أكثر لتناول السوائل والأطعمة. الإغماء أمر شائع، تذكر أنه في حال شعرت أنك على وشك الإغماء، اتبع النصائح التالية: حاول أن تحافظ على هدوئك وأن تتحكم بتنفسك، اجلس وضع رأسك بين ساقيك واستلقي مع رفع ساقيك للأعلى، اتصل بطبيبك في حال فقدت وعيك. إذا كنت تشعر بالإغماء بشكل منتظم، قم بوضع ملاحظات في كل مرة عن السبب في ذلك. قد يكون شيئا بإمكانك تغييره بسهولة، مثل تناول الطعام بشكل أكثر انتظاما، أو شرب ما يكفي من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، أو قد يكون سببا تحتاج إلى مساعدة الطبيب في تحديده، مثل انخفاض ضغط الدم حتى وإن شعرت بأنك قمت بتحديد المحرضات. من المهم إعلام طبيبك بما تشعر.